حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتورة مريم عذب الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. أهلا بك دكتورة. بداية نرحب بك بالطبع ونبارك لكم هذا الإنجاز. لو نتحدث عن ماذا يمثل لكم هذا الإنجاز على المستوى الإقليمي. نعم شكرا، مساء الخير وشكرا على الاستضافة، ونبارك لمملكة البحرين. في الواقع هذا إنجاز دل على شيء فينعكس على إنجازات المملكة وما توليه القيادة من اهتمام ودعم لكل المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات في كل القطاعات، وتحديدا عندنا في المستشفيات الحكومية الحصول على تكريم من اتحاد المستشفيات العرب بالنسبة لنا يعني ثقة المريض فينا، ثقة المريض في الخدمات التي نقدمها، وأن مراجعته للمستشفيات الحكومية تعني سلامة وجودة وأمان من خلال تقديم الخدمات الصحية. مهم جدا عندما أن تكون مقدم خدمة أن يكون هناك ثقة في أنك ستقدم الخدمة على أفضل وجه، ويعكس فعلا جهود الموظفين وقسم الجودة في تحقيق هذا الإنجاز، لأن هناك معايير صارمة بالفعل وضعتها المستشفيات اتحاد المستشفيات العرب لتقييم المؤسسات فعلا إذا كان هناك تحقيق على أرض الواقع لسلامة المرضى. نعم دكتورة، هذا الفوز كيف يسهم في تعزيز الرعاية الصحية في مملكة البحرين والحفاظ على سلامة المرضى؟ طبعا احنا نتكلم على الكثير من المبادرات اللي أثبتناها ان احنا قاعدين نقدمها. احنا حصلنا على 3 جوائز الشهادة البلاتينية، وهي تعطي فئة المستشفيات الأكثر أمناً. تخيل يعني حصلنا على نسبة 95% أكثر مستشفى آمن، وهذه الشهادة تمنح للمستشفيات والمنظمات اللي تظهر أداء متميز في مجالات متعددة من تقديم الرعاية، وتحديداً احنا تكلمنا على الجودة وسلامة المرضى. بينما في مجال التميز في تخصصات معينة مثل أمراض القلب والأورام والرعاية الجراحية، حصلنا على فئة الشهادة الماسية في تعزيز ثقافة سلامة المرضى بين الموظفين، أن يكون كل موظف يخدم في أي مكان في المستشفى فاهم سلامة المرضى، وحققناها بنسبة 82%. أما الجائزة الثالثة فهي الجائزة الذهبية في التحول الرقمي. إحنا وضعنا برنامج أن يمكن المهنيين أن يبلغون إلكترونيا عن أي حدث حصل للمريض، ليس بقصد معاقبة المهني، وإنما لأخذ الحيطة والاحتضار الاحتياط في كيف ممكن أن احنا نمنع أن يحصل شيء يؤثر على سلامة المرضى. أبسط شيء مثلا التعرض للسقوط، يعني المريض هو يستخدم أو منوم في المستشفى يقوم من السرير يصيح لأنه ما في مراقبة جيدة، خصوصا هو إذا كان على أدوية. نتكلم على أن ما يكتسب عدوى من المستشفى، بأن احنا نطبق برامج لوقاية العدوى، وجود بروتوكولات التحقق من هوية المريض. احنا نسمع مثلا في مستشفيات خارجية خارج مملكة البحرين، الحمد لله ما صار عندنا، أنه تجرى عملية على المريض بالخطأ، مريض ليس هو صاحب العملية أو مكان جراحة العملية خطأ. مثل هاي البرامج اللي تضمن أن المستشفى هذا آمن ويمتثل للمعايير الدولية. نعم نجدد لكم بالطبع هذه التهنئة وهذا الفوز المستحق سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.